ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث الدكتور إبراهيم الديد. مرحبا بك سيد إبراهيم. مرحبا بالأكريم. كيف تابعت التظاهرات اليوم التي جاءت للجمعة الثانية على التوالي، وهل كانت بالأعداد المناسبة للدعوة والتظاهر، ولا سيما في وجود مظاهرات أخرى مؤيدة للسيسي؟ بداية، يعلم الجميع أن المعركة الثورية مع النظام المصري معركة بالنقاط وليست معركة بالضربة القاضية. هذه الجمعة هي الجمعة الثانية من الحراك الثوري 27 سبتمبر 2019. طبعا النظام أعد العدة كاملة وسخر كل أجهزة النظام وكل الوزارات لمواجهة هذا اليوم، وتم تحويل المدن الكبرى منها القاهرة إلى سكنات عسكرية كاملة، وتقريبا وقف الحياة في هذه المدن، بمعنى أن النظام بلغ ذروته في الاستعداد. أولا، النظام لم يقدم أي مبادرات سياسية أو أي حلول سياسية، ولكن اتجه مباشرة إلى الحل الأمني. وبعدين أما جه خد الحل الأمني، خده من الآخر، قدم أقصى ما لديه إن هو حول المدن الكبرى إلى سكنات عسكرية، أغلق محطات المترو إلى آخره، وجمد الحياة فيها. معنى ذلك إيه؟ أن النظام قدم كل ما لديه. طيب، الثوار بيتحركوا بمنطق اللي هو النقاط. بالرغم من ذلك، من كل هذه الإجراءات المعقدة الأمنية التي تمت اليوم وعمليات القمع المستمرة على مدار الأسبوع والاعتقالات، إلى أن الشعب المصري خرج في 7 محافظات، والناس خرجت ولكن بأعداد. هذه نقطة مهمة دكتور. هناك كان غياب شبه تام للتظاهرات في القاهرة على سبيل المثال، بينما كانت بكثافة في باقي الأقاليم. على سبيل المثال، الصعيد شهد تظاهرات كبيرة، في قنا، في الأقصر، في صهاج وغيرها من المناطق. حضرتك السبب إيه؟ السبب حضرتك أول حاجة الجمعة اللي قبلها الناس خرجت على مساحة جغرافية شاسعة، وخرجت في الميادين الصغيرة وفي الشوارع الكبرى، خرجت بتكتيكات جديدة. وكان الصعيد لم يخرج في سجل عدم حضور في الجمعة الأولى. الجمعة الثانية، من يوم الجمعة 20 لحد الجمعة 27، كان في عمليات اعتقال وعمليات تحضير وإعادة تجهيز الميدان بأن غلق جميع المدن، خاصة المدن الكبرى. إيه اللي حصل؟ هناك اليوم في محافظة القاهرة 3 قوات أمن بتاعت 3 محافظات خصصت للقاهرة فقط. قوات أمن جاية من محافظات أخرى جاءت لغلق محافظات الكبرى اللي حصل فيها حركة قبل ذلك، اللي هي القاهرة والأسكندرية والسويس، اللي هي المحافظات الكبرى والدقهلية اللي هي محافظة اللي هي مدينة المنصورة. اللي حصل إن الناس جت تخرج لقت الدنيا مقفولة، فالناس خرجت في المحافظات الثانية في الصعيد، وخرجوا في القاهرة في بعض الشوارع والميادين الصغيرة ما بين عمليات كر وفر. لكن خلينا أقول لحضرتك السؤال الكبير هنا يا أخي الكريم، إلى أي مدى يستطيع النظام إن هو يكرر هذا الأمر وهذه الاستعدادات؟ أعتقد أنه لن يتمكن. الأمر الثاني، لما يسخر كل الوزارات، وزارات الدولة، يا أخي ده خرج حتى لعيبة الكرة الناشئين في الأندية، أي حد كان بيجمعه. بهذه المناسبة دكتورة، في المقابل ربما في كل جمعة تكون هناك تظاهرات مؤيدة كما أن هناك تظاهرات مناهضة للنظام. قدرة النظام، خليك معايا، قدرة النظام على تجميع الناس الموظفين غصب عنهم من الوزارات والهيئات. النهاردة كنت حضرتك لو شفت في الفيديوهات المديرين بتوع المدارس، بتوع المستشفيات، بتوع المؤسسات، بتوع المصانع، واقفين يتلحهم ويتذللهم للعمال، اخرجهم. طب والعمال يقول له طب هتدينا ايه؟ يقول له حل لك مشاكلك، انت عندك مرتبات حوافز 3 شهور متاخره، هجيبها لك، هجيب لك كذا. نعم. وكان بيستخدوا الناس للخروج على ان النهارده جمعه الحسم، ونجح الثوار في ان يعلنوا جمعه الحسم، وكان فيها استنفار، النظام طلع كل ما عنده. لكن اسال لحضرتك سؤال، او اسال النظام سؤال، الجمعه القادمه واللي بعدها واللي بعدها، هل سيتمكن النظام من ان يحشد العمال في المصانع؟ يبقى هذا السؤال دكتور ابراهيم مفتوحا برسم الاجابه. دعني انتقل الى ما قالته منظمه العفو الدوليه، التي اكدت ان السلطات المصريه القت القبض على ما تجاوز 2000 شخص خلال الاسبوع الماضي. كيف ترى هذا الاجراء؟ هل يمكن ان تعتقل اعداد اكبر من ذلك خلال الايام القادمه؟
طبعا هذا الامر يعبر بدايه عن امرين مهمين جدا. الامر الاولاني اللي هو حاله الرعب والهلع التي عاشها النظام. الامر الاخر ان هذا النظام لم يعد قدامه اي حدود فهو يتجاوز حقوق الانسان وكرامه الانسان المصري الى اخره. طبعا النظام اللي بيحصل ان هو بيعتبر ان دي اجراءات بيهدف من عمليه الاعتقال حاجتين اثنين. ان هو يجمع الكوادر الرئيسيه التي يمكن ان تحرك الشارع، اثنين ان يعمل عمليه ارهاب للمجتمع عشان الناس ما تخرجش. لكن خليني اقول لحضرتك حاجه، الاخوان المسلمين لم ينزلوا النهارده، وهو اتعمد جمع عدد كبير جدا من القيادات الحزبيه ومن قيادات الاخوان المسلمين وشباب الاخوان المسلمين. طب الاسبوع الجاي مش هيلاقي حد يعتقله من دول، هيعتقل عشوائي بالشارع، هينزل الشارع يعني انا بتخيل يعني جهاز الامن الوطني هينزل يعتقل مين؟ هو خلاص اعتقل كل ما يعني الاخوان وقرايب الاخوان واللي حوالين الاخوان، اعتقل الشخصيات الوطنيه اللي هي في الاحزاب بالرغم من عمليات التجريف اللي تمت على مدار نصف قرن من الزمان لاعداد اي قيادات او كوادر جديده. الكوادر السياسيه والنخب السياسيه في مصر الان شحيحه، فهو دلوقتي انا اقول لحضرتك الجمعه الجايه هيعتقل مين؟ ما عادش هيلاقي حد يعتقله. دكتور يعني اسمح لي اتوقف هنا، يعني الا تعتقد بناء على ما ذكرتموه أنه يجب أن تكون هناك قيادة لهذه المظاهرات، قيادة ما؟ صحيح أن هناك احتقان شعبي كبير على ما يدور من حالة اقتصادية ومخرجات أيضا سياسية، وأن ما حصل كان ردة فعل على ما قام به المقاول والفنان محمد علي، لكن هل تعتقد أن التظاهرات بالفعل تحتاج إلى قيادة الآن؟ دعني أحييك على هذا السؤال الجميل جدا، وده هيخليني أصرح لك وأبوح لك ببعض الأشياء. أول حاجة إن إحنا عارفين إن أي ثورة لابد أن يكون لها ثلاث أركان أساسية اللي هي الوعي الشعبي، الوعي المجتمعي. اثنين يكون في مشروع وطني يجتمع عليه الناس. ثلاثة يكون في قيادة ميدانية وقيادة فكرية. الحمد لله اليوم الحمد لله يعني إحنا أصدرنا، أنا أصدرت النهاردة وطلعت وثيقة اسمها وثيقة المشروع الوطني المصري البديل، ومكونة من الأربع عناصر. العنصر الأول اللي هي المبادئ العامة للثورة، مشروع الهوية الوطنية، المشروع الاقتصادي، المشروع السياسي. وباذن الله لقى قبولا ما بين الناس، وان شاء الله رب العالمين هتبقى دي بدايه لتطوير هذه الوثيقه وهذا الايه وهذا المشروع. وطبعا في عندنا ناس شغاله ولجان ومراكز بحوث شغاله على تفاصيل هذه المشاريع. لكن اللي طلع لنا للناس النهارده اللي هو ايه؟ اللي هو المشروع الوطني المصري البديل، عشان يبقى ده الغطاء السياسي، ده البديل نعم. الفكري، وده القياده الفكريه. الامر الاخر النهارده بدانا نطالب بقى الناس. حصل حاجه مهمه جدا اخي الكريم، إن الشعب المصري كان مسلم قيادته ومات وكالة للتنظيمات الدينية وخاصة الإخوان المسلمين إن هي تتصدر المشهد وهو ماشي وراها، يعني كان بيعتبر إن في قيادة موجودة وهو ماشي وراها. الآن الإخوان مش موجودين، طيب على الشعب أن يعتمد على نفسه. النهارده لو حضرتك هتتابع هتلاقي في فيديوهات هننزلها إن شاء الله بتتكلم على كيفية إعداد القيادات الميدانية نعم. في الأحياء والمناطق نعم. وصلت الفكرة دكتور إبراهيم. أشكرك جزيلا دكتور إبراهيم الديب الكاتب والباحث، كنت معنا من إسطنبول.